الفن جميل لكن بشع أحياناً أو محير، أليس هذا صحيحاً؟ ما هذا؟ انظري إلي أقلد وجه اللوحة. إنها سخيفة. انظرا إلى نفسيكما، هل تظنان أنكما رائعتان؟ لقد دبت الحياة في الرسمة. سألقنكما درساً على سخرية من الفن. ماذا؟ كيف انتهى بنا المطاف هنا؟ إنها مفعمتان بالألوان. من كان يعلم أن شخصيات اللوحات قادرة على فعل ذلك؟ أتعلمين؟ لقد أعجبني، أبدو مذهلة. واو، وأنا أيضاً، هذا رهيب. أنتما أعيران انتباهكما رجاءً. أهلا بكما في عالم الفن، حان وقت تحديكما. أولا تحدي الرسم. يبدو مشوقا، لنقبل التحدي. حان وقت آخر تحدي للرسم. ها هو أرنب. هي الأرانب ظريفة. هذا أفضل تحد، لنبدأ. أرنب أرنب أرنب، سأرسم أفضل أرنب. أحتاج دائرة هنا ورقم 2 هنا، خط في اليمين، وحان وقت رسم الأذنين. تحتاج عينه إلى مقل ورموش، أنف أرنب وفم. جميل جدا، حان وقت الجسم الآن. يجب ألا أنسى الذيل والقدمين. يحتاج الأرنب لشيء يأكله. جزرة عملاقة لك عزيزي الأرنب. تبدو الآن مثل أرنب سعيد. كيف أرسم أرنباً؟ وجدتها. ماذا؟ هذا ظلم، انكسر قلمي. من الجيد أن لدي قلم رصاص آخر. انكسر هذا القلم أيضاً؟ هيا، هذا مثير للغضب. عظيم، اهدئي يا آني. استخدمي القلم الرصاص الكبير. مستحيل أن ينكسر هذا القلم. حان وقت رسمي أفضل أرنب. كنت أعلم أن الحل يكمن في القلم الكبير. وانتهى الوقت، اكشف عن رسمتيكما. هذا محزن، لم تسنح لي الفرصة لإنهاء رسمتي. عظيم يا آني ويا ماديسون، ماذا رسمتما؟ ماديسون، هذا أرنب جميل. آني، ما هذا؟ إنه ليس أرنباً. رأسي. هذا عقابك على الضحك على أرنبي. لا يهم، أرنبي سليم على الأقل. أول جولة في هذا التحدي. مياو، نحب القطط، إنها ظريفة للغاية. يا لجمالها. يا بنات، يجب أن ترسما، تذكرا ذلك. هل سأجعل قطتي مخططة؟ ابقي مكانك يا مياو. هل هذا القياس صحيح؟ هذا أفضل، يجب أن تكون قياساتي صحيحة. لا تزال غير صحيحة، سيساعدني هذا الملقاط. أحتاج كمية ضئيلة من فروها. من حسن حظي أني أرتدي نظارة واقية. سأتحقق من حساباتي الآن. أجل كما توقعت. ما الذي تفعله آني؟ النتيجة جاهزة كما توقعت تماماً. مياو، انتهى وقت العلم وحان وقت الفن. هل انتهى الوقت؟ أروني الإبداع يا بنات، لا تستحي. أحسنتِ يا ماديسون. رسمتكِ رائعة، سأريكِ كيف رسمتها. ابدأي مع كلمة كات، ثم ارسمي القطة من أطراف الحروف، ولوني التفاصيل. لا تنسي رأسها الصغير، يمكنكِ إضافة خطوط لجسمها. هل تبدوان متشابهتين؟ هل هذا الصف المعقبين؟ نعم، أنا في المكان الصحيح. أوف، يا لكثرة القواعد. من الأفضل أن أبدأ العمل. هل يمزحون معي؟ من يظنون أنفسهم؟ سيستغرق ذلك دهراً. يا
إلهي، تبدو في حالة رثة. إنها على الأرجح موجودة هنا منذ وقت طويل. يا إلهي، انظري إلى يدها، لا أريد أن يحدث هذا لي. لابد أن هناك طريقة للخروج من هذا المأزق. مهلاً، من ذلك الشخص؟ هل هو طالب آخر؟ إنه يستدير لحيتي. ساعديني، لقد شاخ. هيكل عظمي حقيقي، هذا كابوس. يجب أن أبدأ قبل أن أصبح عجوزة أو هيكلا عظمي. لحظة، خطرت لي فكرة. أولا سأحتاج إلى بضعة أقلام وشريط لاصق. سأختار شريطا لاصقا جميلا. سألف الشريط حول الأقلام في نقطتين. حان وقت التجربة. انظر، إنه يرسم ثلاثة خطوط في آن واحد. أنا عبقرية. الآن أنا جاهزة للعمل. كتابة ثلاث جمل في وقت واحد. يعمل هذا بشكل ممتاز. انتهيت من كتابة كلمتين. انظر كيف تسير الكتابة بسرعة. وانتهيت. يا لي من بارعة. سأغادر المكان. هذا الظلم. واحد، اثنان، ثلاثة. لنرى المزيد من هذه الإيموجي البانكيك. يبدو كأن هانا واثقة من قدراتها. بدأ التحدي. يبدو أن الفتيات يضعن الخلطة في الزجاجات لتسهيل التشكيل بها، وهانا تأخذ راحتها في ذلك. من جهة أخرى يبدو أن أليس تعاني. هل هذا رجل ثلج؟ لا أدري ماذا ستكون النتيجة هنا. لا أقصد الإساءة أليس، لكن يبدو أن هانا ماهرة في هذا. لكن أليس لا تخشى تجربة بعض الألوان. تبدو هذه جميلة. ربما يجب أن أضيف اللون البني هنا. المقلاة تصبح أسخن، أرجو ألا تحترق قبل إنهاء الرسمة. أو والمزيد من الألوان على تحفة أليس. لا 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 تغطي وجه الصغير. هل حان وقت القلب؟ جاءت لحظة الحقيقة وستخسرين يا أليس. أتفوق هنا. لا تبدو الأمور جيدة هنا. أوه، بانكيك قبيحة. عليك أن تقلبي الآن يا هانا. بحذر. واو، كم هو رائع. حتى أليس تعترف بأن هانا أفضل. نعم، هانا فازت بالتأكيد في هذه الجولة. التالي هو الإيموجي الذي يبكي. هاو نعرفه جيدا، نضيفه إلى رسائلنا طوال الوقت. أمل ألا يبكي أحد في نهاية هذه الجولة. ومن المثير أنهما تتبعان مقاربات مختلفة لرسم هذا الإيموجي. أليس تركز على التفاصيل أكثر من منافستها، ولكن كل هذا لا يعني شيئاً، فقد تنتهي الأمور بشكل مختلف عند النهاية. أو كم هذا ظريف يا أليس. هانا، هذه الدموع هائلة. انتبهي يا هانا، لا تستخدمي كل ما لديك. ربما يمكن لأليس توفير بعض من عندها. بتأنن، لا تريدين لأنفك أن يعلق هناك. هوبس، لنرى ما لديك هنا يا هانا. أخ، لقد خرب. لا بأس، فنحن نمرح هنا. لا يزال بالإمكان رؤية الملامح، صحيح؟ والآن يا أليس، أرينا ما لديك. واقلبي. مهلا، هذا رهيب. مطابق للصورة، مثالية فعلا. ما رأيك يا أميلي؟ أليس تفوز في الجولة بلا شك. هل يمكنك تقليد ما أرسمه هنا؟ شعرت وكأنها أم ممدودة. واو، هذا مشوق. ماذا؟ هل أنت متأكدة مما شعرت به؟ لنرى إن كنت ستحضرين رسمة التالية. نعم، أنا ماهرة في ذلك. يبدو أنه عندما ترسم كلير خطاً، تقوم أوليفيا برسم نسخته الغريبة والمقلوبة. الذي يفعله قلمك هناك؟ ماذا لا
ترسمين يا فتاة؟ أو أنا آسفة، لنرى إن كنت ستتمكنين من معرفة هذه الرسمة. هل تشعرين بها؟ جيد، هذا أقرب ما نسخته حتى الآن. هل أنت جاهزة للمقارنة؟ أو كما لو أن بيكاسو رسم كلبي. أقسم بأني لم أشعر بأي منها. ثم أعلم أن الورقة كانت رقيقة للغاية. هل أتخيل أم أن الجو بارد قليلا هنا؟ ارتدي هذه السترة. يا ترى ما التالي؟ التحدي الثاني، رسم الحب. سيكون رائعا، أنا مستعدة. حان وقت استخدام ثلاثة أدوات رسم في آن واحد. أمسك بكل الأقلام الثلاثة بيدي وسأرسم ثلاثة خطوط في نفس الوقت. سأخذ القلم الآن وأضلل الصف العلوي. حان وقت استخدام عود الأذن للدمج. أجل، تبدو رائعة. كيف أرسم قلباً؟ أوه، وجدتها. كلا، هذا لن ينفع. ربما لو... كلا، لن ينفع ذلك أيضاً. أوه، لحظة، سأطلب المساعدة. جميل أني أحمل زر النجدة معي. سأضغطه وأنتظر المساعدة. أوه، أجل، ستؤدي الغرض. أهلاً أيتها الفنانة. ارسمي هذا التحدي لي أرجوك. المطلوب منا رسم قلب في هذه الجولة. فهمت، سيكون بسيطا. القلب رمز الحب. سأكتب الكلمة على الورقة هكذا. والآن للجزء التالي، دائرة هنا ودائرة أخرى هنا. سأحولها الآن إلى تحفة فنية. سيصبح كل حرف يدا. لا تنسي إضافة الأذرع. سأرسم الآن خطوطاً مشابهة لتلك على العجلة. وبالطبع نحتاج إلى أجسام أيضاً وشعر لجعل الرسمة أكثر تميزاً. لا يمكن أن أنسى يا بقية الملابس مثل التنانير والأرجل بالطبع. حان الآن وقت تزيين الملابس. وانتهيت، لدينا حب على الورقة. واو، برافو، برافو، شكراً. العفو، يجب أن أعود للعمل الآن. ماذا؟ هذا ظلم، فن آني موديل. أظن أني بحاجة لمساعدة لتحسين رسمتي. أنا متحمسة لأرى من سيساعدني. يا إلهي، لا أصدق عيني. بيلي آيليش قدمت لمساعدتي. نعم، أنا بيلي. هاي. أنا من أكبر معجبيك. طيب، هذا لطف منك، دعيني أساعدك. هل هذه بيلي آيليش؟ مستحيل، إنها هي بشحمها ولحمها. تفضلي، سأغادر. لا أصدق أن بيلي آيليش قدمت لمساعدتنا. لا أصدق ذلك أيضاً، هذا موديل. حان وقت استعراض عملي. لحظة، كل ما فعلته كان توقيع على رسمتي. هذا موديل، أفضل فن على الإطلاق. أوه، بيلي آيليش، ممتاز يا ماديسون. تعبير رائع عن الحب يا آني.